أخبار اليوم. أنا الحمد لله يعني بحاول على قد ما أقدر إن أنا أختار أدوار تخليني تبين مهارات التمثيل بشكل مختلف وإن أنا أقدر أتشكل، ومهتم جدا إن أنا ما أطلعش بحاجة متكررة تماما، يعني حتى لو إن أنا مش هشتغل، لأن الممثل لو اتحط في قالب معين بيفضل عليه بقى فترة طويلة وممكن الناس تمل منه. يعني هو الضابط أيمن أنا مبسوط منه مجال الدور، أولا بدي لشكل الضباط بشكل تاني، لأن دايما في الأفلام بيجيبوا أو المسلسلات في الدراما بقى لها فترة بتجيب الضباط بشكل، لان في الحلو وفي الوحش، فانا مبسوط ان انا مطلع الجانب الحلو. هو دور محوري جدا، بيحاول على قد ما يقدر ان هو يوصل للقاتل وهيوصل له في الاخر. هو يعتبر عبقريين وهو المفكر وهم اللي بينفذوا. شخص بيهتم جدا بادق المعلومات، يعني لو معلومه صغيره جدا بيحاول يوصل منها لمعلومات تساعد ان احنا نقدر نقبض على القاتل. الليالي الحلميه عامل فيها واحد بودي جارد فشار جدا، ما بيعملش اي حاجه وبيقول انه بيعمل كل حاجه، لكن اللي بيعمل شخصيه تيكا. يعني مبسوط الحمد لله، يعني من اول مشهد صورت فيه الاستاذ محمود شميس المنتج اعجب بيا جدا، وكان في يعني كانوا ان هم هيكبروا الدور بتاعي، بس اللي حصل ان الورق المكتوب كان المفروض ان هو 20 حلقه، فلما اتحط على التصوير فالتايمينج عمل 27 حلقه، هم كانوا عايزين يعملوا بعد الثوره، فما حصلش نصيب ان دوري يكبر فيه. ولكن مبسوط بالتجربه ان انا طبعا مع الاستاذ مجدي ابو عميره، مبسوط جدا ان احنا كتعامل اللاين بتاعنا الخط بتاعنا كوميدي جدا، الناس مبسوطه منه وده اهم حاجه بالنسبه لي. ميدو عادل ساعدني جدا، حمدي المرغني، كنا شباب بقى مع بعض، النفسيه من جوانا كانت حلوه جدا، بنحاول ان احنا نطلع بعض. ومبسوط طبعا بتعاملي مع ميدو عادل وحمدي المرغني. شخصيه تيكا طبعا عاصم بجد ممثل كويس جدا، يعني الحمد لله كانت حاله كويسه، ومبسوط الحمد لله بقبول الناس. محمد رمضان اخذ منهج احمد زكي، ولكن قام بتطوير بقى ان هو يشتغل على نفسه. طبعا الناس حبته من حبهم في احمد زكي طبعا الله يرحمه، لان ده اسطوره بالنسبه لنا احمد زكي. محمد عنده مهارات قويه جدا، ولحد دلوقتي انا بقولها لمحمد رمضان، محمد رمضان عنده كتير ولسه ما بانش، فيا رب ان الفتره الجايه طبعا هيشتغل مع الشريف عرفه، ده حاجه تانية خالص. محمد سامي قام بتطوير جزء مهم جدا لمحمد رمضان، لان مخرج محمد سامي مخرج مهم، ومبسوط ان انا موجود معاه في فيلم جواب اعتقال، مش عشان موجود مع محمد رمضان صدقني، لكن محمد رمضان هو كان عنده تيمة او عنده كلمة، قال لك ثقة في الله انا رقم واحد، وهو اثبت ان رقم واحد. مسلسل اسطورة، مسلسل مهم جدا بعيدا عن البلطجة او بعيدا عن حاجة، لكن هو ليه مغزى في حاجات كتيرة. شخصية رفاعي الدسوقي الناس حبته جدا، فده يدل ان هو ناجح.